المقصد الأكبر لصورة البقرة هو التمثل بهذه الشريعة، ولا يمكن يعني الإسلام عقيدة تنبثق منه شريعة تنظم هذه الشريعة كل مناحي الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. الآن أواخر سورة البقرة اللي هي موضوع حديثنا، فضل يعني آخر آيتين من سورة البقرة ورد في فضلهما نصوص دلت على ذلك، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أنا يعني أسترعي انتباه المشاهدين والمشاهدات، ما معنى كفتاه؟ كفى فعل واضح، يكفى من الكفاية، لكن قال كفتاه، ما ذكر متعلق الكفاية، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام متعلق الكفاية، يعني ما الذي يكفاه الإنسان؟ لم يقل كفتاه من الشر أو من جاء مطلقا. إيش المعنى؟ يعني كفتاه ربما عن قيام الليل، عن قيام الليل، فكان اللي يقرأ هذين كأنما قام الليل. جميل. كفتاه في الحفظ، أن الله عز وجل سيحفظه بهاتين الآيتين حتى جميل. يصبح كفتاه. أسلم شيء. أريد أن نقف عند قوله في ليلة، مخصوص بالقراءة في ماذا؟ في الليل ولا لا؟ قبل النوم يعني، في الليل. الليل متى يبدأ؟ من غروب الشمس. أذان المغرب، إذا سمعتم أذان المغرب دخل الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هنا يتبين إيش معنى الكفاية، لأن خص الكفاية بماذا؟ دخول الليل، بالليل. فيها شرور بالليل، ولذلك نأتي إلى معنى هذه الكفاية، لأنها ذكرت مطلقة، هذه الكفاية مطلقة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، من هو أفصح العرب، أوتي جوامع الكلم. نعم. واختصر له الكلام اختصارا، فهو أراد أن يرسل هذا لمعنى أو لمغزى. نعم. ولذلك اختلف العلماء في معنى هذه الكفاية. نعم. ما الذي كفاه؟ ذكر أنه يعني كفية من قيام الليل. نعم. في الفضل، وقيل كفية من قراءة القرآن، الله، وقيل كفي في الثواب مما يطلبه في عمل غير قراءة هاتين الآيتين. عظيم. وكفتاه من وقيل الشرور، كفتاه من شرور الإنس والجن، من شر كل ما يحذره على نفسه، لأنك أنت نايم ما تملك أمرك، ما تملك أمرك، يحفظك رب العالمين. نعم. فيحفظك الله سبحانه وتعالى من الشرور الظاهرة والخفية التي لا تعلم من أين تأتي. إذن هذه معاني، وإيش نقول في مجموعها؟ يعني ذكر النووي، وقد يراد بالجميع، أن الله يكفي في الثواب ومن الشرور، ويكفي من قيام الليل ومن تلاوة القرآن أو من قراءة القرآن على وجه الإطلاق. يعني لنفرض أنه الشيخ واحد كان في ليلة كسلان تعبان ما هو قادر يقوم الليل، نقول اقرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. والله يا أخي العزيز، هاتين الآيتين، يعني وأنا أنصح الإخوة والإخوات المشاهدين والمشاهدات أن تعلموا، يعني كل شخص يسمع كلامي أنا أرجو وأطمع من أن يحفظ هاتين الآيتين. هي تبدأ من وين؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيتين. فانصرنا على القوم الكافرين. نعم. فانصرنا عند قولي فانصرنا على القوم الكافرين في ختام هذه السورة. أنا أنصح نصيحة والله صادقة أن كل مسلم ومسلمة يحفظون هاتين الآيتين. الأمر الثاني، علموا أولادكم. جاء في بعض الآثار، وذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري، أن جاء الأمر بتعليم النساء وبالأولاد وأهل البيت هاتين الآيتين لعظيم فوائدهما. أن تخشى على ولدك، على طفلك الرضيع، تخشى على نفسك، تخشى على أولادك خارج المنزل مثلاً،